كنا ربانين احنا نمد الايام باعتبار عندنا 75,000، ولكن وجدنا ان مركز ارض المعارض مشهور قبل المعرض الدولي ولا ينتهي الا يوم الجمعه، فاضطرينا نكون الجمعه السبت ترتيب وتجهيز وترتيب، والاحد ان شاء الله وضعنا خصصنا للمراكز الفرعيه بالكامل 4 فروع، ثم نستمر الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس في مركز ارض المعارض لمده 4 ايام من 10 صباحا الى 8 المساء زي ما عندنا. هذه التنبيهات موجودة عندكم، يعني الضوابط تتعلق بالتصوير أعتقدها واضحة بالنسبة لكم، إذا في استفسار أنا أرد عليكم وقتها. هذه النماذج التبويضية اللي تكلمنا عنها قبل شوي، سواء كانت المؤسسة أو الشركة. هنا والله رقم الانتخابية زي ما قلنا قبل شوي لأول مرة، في أشياء. فيها الاسم والرقم والصورة لكل مرشح. طبعا تفضل ابو محمد الاستاذ يحيى، عشان العدد كبير فبتنقسم على شاشتين، شاشه خاصه بالتجار وشاشه خاصه بالصناع. التجار كلهم بينعرضون في شاشه واحده، نحاول قدر الامكان وان شاء الله النتيجه. والصناع ايضا في شاشه مستقله. طبعا نبدا بسم الله عملية الانتخابات. اول شيء الخطوه الاولى هنا التحقق من وجود الناخب في قائمة الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم والشراكة وساري المفعول من الشراكة وساري من قبل موظفي الغرفة. هذه الجزئية اللي هي خاصة بالغرفة التجارية غرفة جدة. بيجي الناخب يتحققون منه إذا اسمه موجود في القائمة وجاي يسوي تراجع ويعدل على الاختيارات حقه. في نقطة دائما يسألون فيها في الانتخابات، بعد ما يضرب تأكيد يقول أنا نسيت أختار من فئة الصناع، أو أنا اخترت واحد وما أدري إني حق لي أختار 2. طبعا بمجرد إنه ضرب تأكيد وصل صوته يطلع له الرسالة هذه تم قبول التصويت بنجاح. ما في أي مجال لا للتعديل ولا لإعادة التصويت ولا لأي شيء حتى